السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاين. اليوم الحصة تاعنا يعني غادي نروح لواحد شاهدنا وين المشرف تاع المشرف على المنتخب الوطني وين تكلم. انا ما شو انا مانيش ضد بلايلي، ولا انا نعرف بلي بلايلي شيكور، ونهار اللي يبغي يجي يلعب يجي يلعب بالتليفون، يجي يلعب يعيط التليفون يقول له ديرني في القائمه، يديرها في القائمه وما يهدرش. هي انا نعرف بلي في مارس اللي فات بلايلي ما كانش غادي يجي، عيط في التليفون ديرني في القائمه، مبليسي جا لعب ونورمال عادي كاع. والخطره كان بلايلي كو بغا يتعنت كان غادي يجي، غير قال له ما تكشفنيش وصاي، راك بلا نادي ما تبقاش تكشفني وصاي، خليني ندير خطرتي. هذه هي يعني وجدنا وين يوسف بلايلي بدون نادي وبدون منافسة حاليا، لا جدال حول ذلك. بصح انت 2022 جبته بدون نادي وجبته، عندما اخترناه في 2018 لم يكن أحد يتحدث عنه لا في المواقع ولا في أي مكان، ولن يتمكن أحد من خلق مشكلة بيني وبينه. يا ودي شكون اللي قال لك يا ودي الله يهرس بلاكي تاع سلبيناتكم؟ على بالي يا ودي، أنا على بالنا على بالنا بلايلي. كيف بلايلي قدامك في وجهك انت يا في الازاد الفوق وهو تحت، يعني ناس داخله خارجه، وعلى بالنا بلي بلايلي في الـ في الـ في الـ في التدريبات عيط لصحابه دخلوا نورمال عادي. على بالنا لا على بالنا لا على بالنا مكاش اللي يدخل بيناتكم، حنا قلنا لكم غادي يدخلوا بيناتكم كاش. ونزيد نقول لك 2018 يعني كل الجزائريين كانوا مع بلايلي، 2017 2018 كل الجزائريين. صاحبك زاتشي اللي ما كانش مع بلايلي، كاين فيديو ان شاء الله يوسف خونا مارافال دينا الفار، دينا يوسف دمرنا واحدة تاع الفار تاع زاتشي يهدر مع زراني، داير قال مونا يهدر مع زراني، قالوا له رايس على ما تردناش بلايلي، قال لهم ما ردوش بلايلي خاطر قال لهم دار مخدرات وما يجيبش يكون مثل ليكم، ما يجيب ما ردوش بلايلي. هدر على صاحبك هو اللي هدرها، روح شوف لي فيديو قول له اذا كاينه منها ولا مكاش. قال لهم عندما نتكلم عن المنافسة منافسة بالرحمة مع بلايلي، فإن هذا وين بلايلي وين يقدم مباراتي في المنتخب الوطني كانت جيدة عندما أضعه في الساعة الثانية ظهرا في الطوغو في ملعب بأرضية كارثية، فهو يؤدي ما عليه ويصنع الفرق. بالرحمة فانيك صنع لك الفرق كونت زيمبابوي، لعب في لاطاك وفي لا ديفونس وخرجته من فماك حطيت عليه دالا فاني كانت فاني دار لك اسيست اللي دارها هو، عطاها المحرز، محرز اللي شحها بالطالو وداها ماركا. فاني لعب مباراة تاعو اول مباراة عطيتها له برا ودخل دونتري وطيتو لعب 75 دقيقة، يعني بلايلي فاني قلت لك بلايلي بالرحمة. شو انا كي نقول لكم بلي كاين مشكلة كبيرة في المنتخب الوطني، كلون كبير هاد الزراري الصغار اللي جابوهم غادي بالك ما يقولوش يلعبوا، كلون كبير. نتوما راكم مرضى، نتوما ما راكمش عارفين شنو كاين، كلون كبير كاين. انا نقول لكم ونعاود لكم، يعني قلت لكم نهار اللي ما حطش في القائمه، نهار اللي دار القائمه، نهار اللي دار القائمه ايا بلايلي قلت لكم بلي بلايلي غادي يلعب جونبي، يلعب جونبي يلعب. بلايلي كوجي سني لهنا مع الـ مع الـ مع الـ مع مقرا ولا غادي يجي يلعب في ليكيب ناسيونال عادي نورمال. بلايلي راهم يجرو له الوكاله اللي في قطر، غير تجري له، راهم غير يجرو له، راهم يجرو له كوش دروات. وين هذا المشرف قال لهم بالرحمه لديه صفات ليكون لعاب مهم ورائع في التشكيله، لكن لا يمكننا تقديم افضل من ذلك، نحن نستخدمه اين نحتاجه، وانا اتفق مع المدرب وسام دافيد في كيفيه توظيفه. سوف نصبر على بالرحمه، لقد استخدمت كل شيء معه بصدق، يعمل بعض على الضغط والهدوء واستخدام كلمات والحديث الذي يريحهم، لقد فعلت كل شيء الأمر متروك له لمعرفة أن عليه إنه عليه الانتقال إلى المستوى الأعلى. الله يرحم السوابين، هذا المستوى الأعلى، المستوى اللي راه فيه بالرحمة، والمستوى اللي يخرج يشكر في بلايلي اللي ما راناش عارفين لا يولي ما يوليش. المستوى تاعو واحد يعني لعب
دومي فينال، لعب النهائي، لعب الشامبيونا، يماركي. يعني ما ومن بعد يخرج لك يعني مدرب كيما هذا يقول لك لازم بلايلي يطلع المستوى، بالرحمه يطلع المستوى، برحمه الوالدين قلنا ذو المستوى اللي انت تعرفه وراه 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 المستوى اللي راه وراه المستوى اللي راه اللي انت تعرفه قلنا وراه. كي لعب يلعب في وستام ولعب مشى يلعب تجي تقول لي تهضر لي على بلايلي قدم لك 80% في الطوغو في الطوغو يا ودي لعب انت يا وبلايلي على ما يقدم لكش هنايا امام الكاميرون، بلايلي على ما يقدم لكش هنا امام الكاميرون، هاكو قدم لك هنا امام الكاميرون واو لله، بلايلي على ما يقدم لكش هنا امام الكاميرون. واو لله تبغي نقول لك باللي نتايا يعني راك في اتصالات دائمه يعني راك مع الحاج محمد العوراوه على بالنا، نقولها لك من التالي راك مع الحاج محمد العوراوه في الاتصالات يعني بكل طرق تحاول يعني تسويه الامور وترك وتطلق الشكاره تاع اصحابك. شكالك الفريزه لا قادمه اللي فيها صحابك راك طالق راك تحوس ضربك تحوس على انا نقول لك باللي انت ماشي مدرب من نهار اللي خسرت مع الكاميرون وزدت انت فما ماشي مدرب تا غادي يصرى لك كيما مادر كاين منتخب وطني جزائري صح مكاش اللي يسمع بكم مكاش اللي غادي يعيط لك نقولها لك ونعاودها لك قالوا مثل ما يحدث مع بالرحمه نفس الشيء مع بوداوي يا ودي انت ما تعرفش توظف الغاشي مشي بوداوي مشي لعاب انت ما تعرفش كيفاش تبوزي اللعابه انت مشي عارف كيفاش تبوزي انت نقول لك تبغي واحد كيما بندبكه يجري غوش دروات يجري هكا مول البوله خطره يتلاقى مع زروقي خطره يتلاقى مع بن ناصر خطره يتلاقى مع بالرحمه ما تجيبش كاع كيما انت تبغي هذ اللعابه يجروا برك يا هكا هذا مكان تا ما تعرفش تبوزي اللعابه تا كان عندك ارماده تاع لاعبين ما عرفتش في 2022 كان عندك شوف عندك كاع الفاكهه باش تصنع صالاد دو فروي وما درت والو واو لا ماناش غالطي كان عندك كاع الفاكهه باش تصنع صالاد دو فروي ما درت والو 28 لاعب ابطال افريقيا ابطال العرب يعني من افضل لاعبي كانوا عندك وما عرفتش ما عرفتش كيفاش تبوزي اللعابه ما كذبت والو انت كيما غاي كبير عليك انت كيما منتخب وطني راه غيكبر غيكبر خاطر انت كي تجي تهدر في 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 بالرحمه تقول له لازم يروح لاعلى مستوى يا ولد عمي تحسب باللي سليماني راه في اعلى مستوى تحسب باللي بونجا راه الفوق وتحسب باللي يعني تحسب باللي تمشي عاد تبصي تحصل في عاد خطره تحصل في عموره خطره تحصل يعني كون جيت مدرب ما تهدرش هاد الهضره تاع زعما كتيري للاعب ديريكت باللي يا ودي انا عندي بلايلي خطرة عموره درتو صغير ما كان والو تاع لاعب جايبه جبت عموره جبته انت اقتنعت بعموره ولا غير قالوا لك جيبه اقتنعت بعموره وكيما قال لهم على محيوس قال لهم البكري نتبعوا فيه من 2018 تاع محيوس كان يلعب 2018 وين قصر علينا انت يا ولد تاع عموره انت اقتنعت به وانت جايبه ومن بعد درت عليه قلت لهم لا راكم حاسبينو هذا مع شكون ذاك اللاعب اللي دار تاع نيجيريا ولا مع شكون راكم حاسبينو انت بصح انت اقتنعت انت جبتو شكون اللي ريالك انت وحدك جبتو مكاش اللي قال لك جيبو انت وحدك جبتو ومن بعد درت عليه ومن بعد درت على الناس ومن بعد درت على لي زابيت ومن بعد درت تاع اللعابه تاعك كيما العام اللي في سبتمبر هذا الشهر اللي فاتو تاع سبتمبر مي قالوا لك على عوار وقالوا لك على ايتنوري قلت لهم اجي نشوفوا مع كلابهم ومن بعد قال لك يا ودي راني في ربع سنين وانا نيغوسي معاهم ربع سنين وانا نيغوسي ومن بعد قال لك لا هذو اللعابه جاوا بالاراده تاعهم ما كانش اللي يهدر معاهم هاودي ساهم روحك ربع سنين وانت تتبع فيه ولا جا بالاراده تاعها ساهم روحك شويه لازم تساهم روحك لازم تعقل على روحك شهدرت على هذيك ما وليناش نامنوكم انا ما امنتكمش من القصر ما غادي يتعاقب وما امنتكش من الطريلول وضربك مع الشاطئ تهدر ما نامنكش خط الحقيقه تاعك تبان غير في الميدان هذه هي
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو يعني واللي كيما نقولوا حنايا اللي يمشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي.